واحد الجديد هاد السنة عندي جوج مسلسلات اللي هو الماضي لا يموت والبيوت أسرار اللي كيدوز على القناة الأولى، وإن شاء الله مور رمضان مسلسل السر القديم. فاتي التجربة اللي خديتي جديدة في البيوت وأسرار كيفاش شفتيها؟ ألوغ شخصية جديدة عليا اللي هي واحد الإنسانة اش نقولوا كتنصب على الشخص المستهدف، وما عجبتني الشخصيه. انا ديما كيعجبني النوع في الشخصيات باش ما تكونش واحد النمطيه، وكان المسلسل غزال ومسلسل ناجح والحمد لله. فاتي كيفاش شفنا فاتي جمالي في تغيرت من شفنا واحد ثقه، شفنا واحد بروفيسيونيل، شفنا واحد حرفيه عاليه فاش كيفاش ما فهمت السؤال؟ بيوت أسرار. في البيوت أسرار؟ شوف حنا جو بونس كنخدم من قلبي وكنبغي هذاك الشيء اللي كندير، فأي واحد كيبغي خدمته غادي يبدع فيها، والحمد لله زعما كنعتبر راسي حتى أنا محظوظة، حيت الأغلبية ديال الأعمال اللي كندير كيكونوا ناجحين وكيلقاو النجاح من زعما من العمل ككل، من السيناريو، من الإخراج، من الممثلين اللي مشاركين، من التقنيين. ف كنعتبر راسي محظوظة في الأعمال اللي كنختار. فهادشي اش يعني لك سعيد؟ شنو كيعني ليا؟ سعيد سعيد هي شخصية ديال سعيد متواجدة بزاف في المغرب ولا في العالم العربي، ديال الراجل اللي كيعتل حق راسو يخون وكيعتل حق راسو يدير بزاف الحوايج وصافي. ف شنو كيعني ليا ما كيعنيش ليا انا النوعيه ديال سعيد، الراجل اللي كيكون هكا ما يمكنش يكون في حياتي. فاش تقول للمنافسه مايا؟ شكون مايا اللي كانت في الوغ وي متبع المسلسل مزيان؟ الوغ سي اون اكتريس غزاله تبارك الله عليها، وش الحال بحالي اي بي فوالا غزاله وادات الدور زوين بزاف. بالنسبه لحمادي تبارك الله عليك، بدا حافظ كاع الاسماء ياك، برافو. حمادي عاوني بزاف في المسلسل، وحمادي كشخص كعادل ابو تراب، عادل ابو تراب من الناس اللي كنرتاح في الاشتغال معاهم وعزيز عليا بزاف وكنحترمو بزاف، وفريمون كتكون بيناتنا واحد ما عرفتش كيفاش نقول لك، مي في الخدمه كنعاونوا بعضياتنا، كيعجبني نشتغل معاه اون جينيرال. فهادشي بالنسبه لهذا المسلسل اللي غادي نقولوا ناجح 100%، مازال غادي نشوفوا فهادشي بحال هاد الاعمال اللي تاخذي واحد التجربه جديده وتاخذي واحد التحدي. ايوا اكيد غادي تشوفوني في اعمال جديده وفي شخصيات جديده، سا سي سيغ. بي ابخي تو ديبون على السيناريوهات اللي كاينه والادوار ولا الشخصيات اللي مقترحه عليا، مي اون جينيرال انا يا ريت باغا بزاف ديال الحوايج مازال ما درتهمش. انا يلاه بديت واخا دابا 7 سنين وانا كنمثل، كنعتبر راسي باقا يلاه بديت، وكاين بزاف ديال الشخصيات باقي ما في بالي نديرهم مازال ما تحتش الفرصه. فاش تبغي تقولي لجوفريج اللي تفاش جمالو عطاه هذاك الدور اللي كان دور اللي ماشي ساهل؟ الوغ كنحيي علاء اكابون، حيت انا من الناس اللي حيت اول لقاء كان بيني وبين علاء اكعبون هذه شي عامين على وديت واحد المسلسل، مي ما اشتغلناش مع بعضياتنا. في اول لقاء انا من الناس اللي كنحشم بزاف، وفي اول لقاء الشخص اللي كيكون قدامي كيقول سورتو لا كان مخرج كيقول
كتقول واش هذه تقدر تمثل ولا كتحشم، واش هذه شخصيتها ولا. ففي هذا المسلسل اعطاني فرصه، ومن بعد ما كانش متوقع، قال لي في الاول لقاء ديالنا ما كانش متوقع انا هكا. المهم انا اون جينيرال شخصيتي ما كتبانش، يمكن في التصاور في مواقع التواصل الاجتماعي كنبان في واحد الشخصيه، في حياتي الحقيقيه ولا في اول لقاء ديالي مع الناس كنكون كنحشم بزاف وهذا الشيء. مي في الخدمه في الخدمه صافي كيتحيد الماسك، كيتحيد كل شيء، كيتحيدوا كاع هذا، وكنواجه وكنخدم وفوالا. فاش تبغي تقولي للجمهور ديالك؟ كنحييهم وكنقول لهم رمضان كريم وفوالا، الله يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويخرج لنا الوباء وترجع الحياه عاديه، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا.